وهاتفيا ينضم إلينا الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ صلاح. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني دعنا نتحدث عن مبدأ دعوة مصر كضيف شرف على المحافل الدولية. يعني سبق أن حضرت مصر احتفال بيوم الاستقلال الهندي، وبالأمس مصر كانت ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات والعديد من المناسبات الدولية والعربية. تقوم الدول بدعوة مصر كضيف شرف لهذه المناسبات. كيف تترجم هذه الدعوات المكانة التي أصبحت تتبوأها مصر على الصعيد الدولي؟ هو طبعا يعني مصر تحتل مكانة كبيرة في محيطها العربي والإقليمي والدولي، باعتبار أنها دولة رائدة ودولة محورية في المنطقة يعتمد عليها في تحديد السياسات التي يعني تلتزم بها دول المنطقة، إلى جانب أن مصر ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في هذه المنطقة، وهي الشقيقة الكبرى للدول العربية، باعتبار أن مصر تاريخيا وحضاريا ويعني لها الكثير من الجذور الممتدة في أعماق التاريخ، إلى جانب أنها تمد يد العون لشقيقتها العربية كلما يعني احتاجت إحدى الدول العربية، ستسارع مصر دون طلب إلى تقديم العون للشقيقات العربية، وهي المدافع الأول عن الحقوق العربية والقومية تجاه القضايا التي تهم المنطقة. فمن هذا المنطلق هي تتبوأ مكانة متميزة في محيطها، والعالم يقدر هذه المكانة. وكما أشرت حضرتك أن مصر كانت ضيف شرف منذ أيام في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، دعي الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره ضيف الشرف الرئيسي في هذه الاحتفالية، إلى جانب أن دبي في قمة الحكومات التي عقدت منذ أيام دعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا كضيف شرف رئيسي، وهو المتحدث الرئيسي أمام قمة الحكومات، وهو يدل دلالة كبيرة على مكانة مصر الدولية والإقليمية في محيطها العربي والإفريقي والدولي. نعم، حضرتك تحدثت قبل قليل عن المساعدة التي لا تتأخر عنها مصر أبدا إذا ما احتاجت الدول الشقيقة المساعدة في كافة المجالات. في هذا الإطار ربما كان يدور الحديث بين فخامة الرئيس السيسي ورئيسة وزراء تونس في اجتماعهم في دبي، وعدم ممانعة مصر في نقل الخبرات في كافة الأصعدة سواء التنموية أو الاقتصادية أو الإدارية. حدثنا عن هذا المضمار. بالفعل الرئيس استقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بونين في دبي. الرئيس يعني نقل يعني أوصى رئيسة الحكومة التونسية بنقل تحياته إلى الرئيس قيس سعيد، كما أكد استعداد مصر الكامل لنقل التجربة المصرية في التنمية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى تونس، باعتبار أن مصر رائدة في هذا المجال واستطاعت بالفعل تحقيق نجاحات متميزة على كافة الصعد في سبيل الإصلاح الاقتصادي والتنمية وحتى الإصلاح الإداري الذي بالفعل حققنا فيه إنجازا كبيرا. الرئيس أبدى استعداده لتقديم العون للأشقاء في تونس حتى يعني يمكن أن يعني ترتقي العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع في التعاون. فمصر لا تألو جهدا في تحقيق الدعم والعون لأشقائها وشقيقتها العربيات في كافة المجالات، سواء المجالات الاقتصادية أو السياسية أو حتى عندما تحتاج دولة عربية إلى تقديم العون، أو يكون هناك يعني أزمة أو كارثة كالتي تعرضت لها سوريا مؤخرا. سرعت مصر في بعد ساعة من يعني الكارثة الزلزالية التي تعرضت لها إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وسرعت مصر إلى تقديم مساعدات إلى كل من سوريا وتركيا، والرئيس اتصل هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي طيب أردوغان، وأبدأ استعداد مصر لتقديم العون والمساعدة في هذا الاتجاه. فمصر لا تتأخر أبدا عن تقديم المساعدات لشقيقتها العربية والدول الأخرى عندما تحتاج إليه.
نعم. إلى أي مدى نجحت مصر في تجربتها حتى تنقلها إلى باقي الدول وتصبح بمثابة المنهج الذي تريد الدول السير عليه، أو بمثابة المستشار التي تلجأ له باقي الدول حتى تأخذ برأيه وبنصيحته وتطلب منه تطبيق تجربته داخل بلادها؟ هي مصر نجحت من خلال تنفيذ العديد من البرامج التنموية والإصلاحية، إلى جانب شبكات الحماية الاجتماعية التي يعني قدمت من خلال الحكومة المصرية للفئات الأكثر احتياجا والفئات التي تحتاج بالفعل إلى خدمات في هذا الإطار. فمصر تجربتها في هذا السبيل تجربة رائدة، إلى جانب أنه الأزمات التي تعرضت لها دول العالم ومنها أزمة كورونا التي نجحت مصر بالفعل في اجتيازها، فضلا عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست سلبا على معظم إن لم يكن كل دول العالم، والتي أثرت على مؤشرات الاقتصاد العالمي بشكل كبير وتأثرت سلاسل الإمداد في كافة دول العالم جراء هذه الأزمة الكبيرة. ومصر بطبيعة الحال ليست بمنأى عن هذه الأزمات، لكنها تحركت بشكل سريع لمواجهة هذه الأزمات وحاولت أن تحقق يعني أو أن تخفف العبء من آثار هذه الأزمات، إلى جانب أنه يعني حاولت الإدارة المصرية أو الحكومة المصرية رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا أو الفقراء داخل القرى والريف المصري، ومبادرة حياة كريمة التي أنجزت بالفعل الكثير من الخدمات التي كان يحتاجها الريف المصري في أكثر من 26 محافظة مصرية. فمصر بالفعل نجحت في أن بالرغم من التحديات الهائلة التي يعني عانى منها الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد المصري، إلا أنها بالفعل نجحت في تخفيف آثار شدة هذه الأزمات نتيجة السياسات التي اجتازتها الحكومة المصرية وحاولت تخفيف الأحمال عن المواطنين الفقراء أو المواطنين الأكثر احتياجا. نعم، من الملفت ربما أنه قد يكون هناك مناخا مشتركا أو ظروف متشابهة تجمع بين مصر وتونس حتى تنهل تونس من التجربة المصرية لتطبيقها في السياسة التونسية. بالفعل، لأن هناك أوجه تشابه كبيرة. تونس عانت جراء الممارسات السلبية من حركة النهضة التي كانت تحاول أن يعني أن تتغلغل داخل المجتمع التونسي وحاولت فرض أجندتها الدينية وأجندتها السياسية على الواقع التونسي، رغم أن المواطنين التونسيين كانوا يرفضون ذلك بكل السبل. مصر أيضا نجحت في أن تتخلص من شبح الإخوان الذي كان يعني إذا لا قدر الله ما نجح في المخططات التي كانت تخطط أو تحاك ضد الدولة المصرية كان سيقود المجتمع إلى هاوية لا نعلم إلى أي مدى كان يمكن أن تنتهي إليه. فهناك تشابه في هذا السبيل، يعني مصر وتونس هناك أوجه للتشابه. حركة النهضة موجودة في تونس وحركة الإخوان موجودة في مصر، وكانت هناك مخططات كبيرة وهائلة مدعومة من بعض القوى الخارجية التي كانت تحاول أن يعني تؤثر على البنية الأساسية والبنية العقائدية للمجتمعات سواء المجتمع المصري أو المجتمع التونسي، والسيطرة على مصر من خلال هذه الجماعات الإرهابية والتخريبية كان يعني من الممكن أن ينعكس سلبا، وكانت المخططات أن تمتد إلى ربوع المنطقة بأسرها. فمصر هي التي يعني تصدت لهذه المخططات الجهنمية والمخططات العدائية من جانب هذه الجماعات الإرهابية، واستطاعت بالفعل أن تتخلص منها. وتونس الآن في سبيلها للتخلص من هذا الكابوس الذي كان يحاول أن يكسم على يعني أنفاس الشعب التونسي. فهناك تشابه في هذا السبيل، إلى جانب المخططات ل يعني إشغال المجتمعات بالعصابات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تحاول في مصر في سيناء وفي تونس من خلال بعض الولايات في الجنوب أو الولايات البعيدة نسبيا عن العاصمة، فكانت تحاول أن تسيطر على هذه الأماكن. لكن الجيش المصري والشرطة المصرية نجحت بالتخلص تماما من هذه الآفة التي كانت بالفعل تهدد
كيان ليس فقط الدولة المصرية لكن الدول العربية المحيطة أيضا. كانت كما تفضل الرئيس السيسي أثناء كلمته في هذه القمة قال أن الإرهاب الآن في مصر أصبح تاريخا ولم يعد واقعا. لم يعد موجودا بالفعل، والقوات المسلحة استطاعت بالفعل أن تنهي هذا الكابوس بشكل كامل وأن تخلص مصر من هذه الآفة بشكل سيعود يعني سيكون من الماضي وبالفعل أصبح شيئا من التاريخ. نعم، إذا ما عدنا للافتتاح الذي تحدث فيه الرئيس السيسي خلال هذه القمة والطريقة السلسة التي تحدث بها الرئيس السيسي وعرض طريقة العرض البسيطة ومنهاج الشفافية الذي ما دائما ما ينتهجه فخامة الرئيس خلال حديثه والتذكير دائما بمواقف الأشقاء وبالأزمات التي مرت بها مصر وتجاوزتها بسلام بفضل الله ثم بفضل دعم الأشقاء. طريقة حديث فخامة الرئيس أثناء كلمته ربما كانت تريد إيصال العديد من الرسائل، كيف قرأت هذه الكلمة؟ هو الرئيس خلال كلمته أمام القمة استعرض التجربة المصرية في مجال التنمية وتجاوز المحن والتحديات التي يعني مرت بالدولة المصرية منذ ثورة 2011 والتي أثرت بالفعل على اقتصاد الدولة المصرية والتي أنهكت الاقتصاد بالفعل. فالرئيس عرض ذلك بمنتهى السهولة وبمنتهى اليسر، إلى جانب أنه الرئيس عرض للمبادرات التي انتهجتها الدولة المصرية لتعافي الاقتصاد من جهة والتيسير على حياة المواطنين، إلى جانب المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية من أجل حماية المواطنين الأقل الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا، إلى جانب الرؤية المصرية للتنمية من خلال المشاريع الإنمائية التي قدمتها الدولة المصرية للمواطن المصري، إلى جانب الرؤية التي قدمها الرئيس من خلال إنشاء الكثير من المدن الذكية والتي قاربت على 24 مدينة ذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل بالفعل الدولة المصرية نقلة نوعية إلى مستقبل أرحب وإلى يعني آفاق متقدمة. فالرئيس شرح ذلك بمنتهى الشفافية ومنتهى الوضوح، إلى جانب المبادرات المصرية لمواجهة الأزمات الصحية ومنها مواجهة فيروس سي الذي كان يكبل حياة المواطنين والذي استطاعت الإدارة المصرية أن تقضي عليه قضاء تاما، إلى جانب العديد من المبادرات الرئاسية الأخرى التي قدمت الكثير في مجال الصحة والعديد من مجالات ومنها البنى التحتية التي كانت تحتاج إلى تطوير وإلى تحديث، ومنها مشروعات أصبحت الآن يعني نشهدها رأي العين ويشعر بها المواطن. فالرئيس قدم ذلك بمنتهى الشفافية، إلى جانب أنه الرئيس أيضا أشار إلى دعم الأشقاء العرب لمصر خلال هذه المحنة لتحدي أو مواجهة الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية. والرئيس يعني كما أشار من قبل أنه يعني هذا الجهد كما أشرنا في البداية إلى أن مصر عندما تسارع إلى تقديم العون إلى شقيقتها العربيات فأيضا الشقيق العربي يسارع إلى تقديم العون، وهذا هو نهج الأشقاء فيما بينهم إذا ما احتاجوا إلى بعضهم البعض يجدون بعضهم، ومصر سباقة في هذا المجال. هذا ما أخبرنا به الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتوجه لحضرتك بجزيل الشكر.